مصر والكاميرون، كلاسيكو الكرة الإفريقية الأول، القمة الأكبر في عالم الكان. غدا مصر تواجه الكاميرون في نصف نهائي أمم إفريقيا، مواجهة هي الأقوى على الصعيد التاريخي. مصر والكاميرون هما الأكثر تتويجا بالألقاب. مصر توجت بطلة لأمم إفريقيا 7 مرات، الكاميرون نالت اللقب 5 مرات. مصر قدمت أفضل العروض في البطولة، فازت على المغرب بهدفين مقابل هدف، وتغلبت على كوتيفوار 5-4 بركلات الترجيح. وبشكل عام حققت 3 انتصارات في البطولة. الكاميرون في المقابل تخوض أصعب مبارياتها منذ انطلاق البطولة، خاضت 5 مباريات حققت منها الفوز في 4 مباريات. المنتخب يخوض المباراة بقوة ضاربة قوية، محمد أبو جبل في حراسة المرمى، الونش ومحمد عبد المنعم للدفاع، عمر كمال وأحمد فتوح ظهيرين، حمدي فتحي والسولية ومحمد النني للارتكاز، عمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفى محمد للهجوم. لمصر انتصارات لا تنسى على الكاميرون، أشهرها الفوز 4-2 في أمم إفريقيا 2008 بثنائية لزيدان وأخرى لحسني عبد ربه. وفوز آخر لا ينسى بهدف في نهائي نفس النسخة، وفوز تاريخي كبير 3-1 في ربع نهائي 2010، وكذلك فوز تاريخي بركلات الترجيح في نهائي عام 1986 في حضور 100,000 مشجع مصري. غدا تنتظر الجماهير المصرية من الفراعنة لقاء مثير وفوز آخر وتأهل مستحق إلى النهائي بحثا عن حلم الكأس الثامنة.